مزيان. يلا سيد شوف يا حسين، يعني تخش نطلق خرج على برا وشوف. اهلا وسهلا بمتابعي قناة شوف تيفي في هذا البث المباشر من قصر كراندو اقليم ميدلز، قصر اللي هو صغير. احنا مع اسرة، اب اللي عنده 6 ديال الاطفال، وعنده منهم بنت اللي عندها اعاقة، قصتها شوية غريبة الله يشافيها ليه. وغادي نخليكم معه. السلام عليكم. السلام عليكم. كون الصوت ديالك مسموع الحمد لله، راك مع قناة الشعب. نعم خوي قلبك والحمد لله ربي غادي يدير الخير. شفتي اللي قد علينا يساعد هاد البلية هادي، راه مسكينة، راه الحالة حالة الله. الله اللي كيشوف كل واحد، الله يرحمه يدين اللي قد علش المساعدة اللي يساعد. قلت لي بلي البنية ديالك تقريبا كانت في الزيادة نتاع عام زيانة. نعم. ولكن من 40، من 40 يعني بدات كتدهور الصحة تاعها. صح. كيفاش وقع لها؟ ما عرف. دابا شحال عندها في العمر؟ زايدة في 95. 95 تبارك الله. تكون دابا 26 عام تقريبا. قلتي لي بلي دخلتيها للمدرسة، ولكن دخلتها للمدرسة ملي لقيتها راه كل نهار كتجيني بحالها وكتكريز عليهم تمايا في المدرسة، كتوقف تحت تشدها الكريز ديال داكشي ديال ما نعرفوش شي عرق اللي تتكوانسا فيه الدم ولا ما عرف، وصافي تتجلي الأدوات ديالها. مرة كتخلي المحفظة كاع في نص الطريق ولا تخليها في المدرسة حتى ينعي ولي تخرجتها. حتى المجتمع ما كيرحمش. ما كيرحمش. ربما انها شافوها في ديك الحاله و الدراري ديال هذا الوقت راه هما هذوك. ما يمكن انك تسجلها في شي جمعيات ولا في هذا ديال الاعاقه؟ حاولت ما امكن نسجلها، راه 8 ديال الجمعيات تقريبا ولا من كنعطي زعما الوراق ديالها كيقولوا جيب التصاور جيب هاتي جيب هادي، حتى كان نقاد لهم شهاده طبيه. عندك شي بطاقه الانخراط ديالها؟ كاينين كاينين موجودين، بطاقة هما دور بعض البطاقة ولا خمسة وما دورش، يعني مجموعة ديال البطاقات ديال صبر هادو كاع هادو تقريبا كاع الجمعيات اللي يعني واش من استفادة استفدتي من خلال هاد الجمعيات؟ حتى حاجة. حتى حاجة، فقط بطاقة الانخراط والمرجومات ديال المساعدة اللي حامل هاد البطاقة، وخلصتي شي حاجة بخصوص هاد البطاقات؟ عينا ما نخلصو، عينا ما نعطيو، هاك والمراكب وسير واجي، وحتى حاجه ما طلعناها في الخيام ما طلقها. لا حول ولا قوة الا بالله. الحمد لله ربي كبير وما غاديش يخليك الله. والحمد لله قلوب المغاربه معاك، وجميع الحمد لله المحسنين والجاليه المغربيه المقيمه بالخارج، خوي قلبك ليهم. شنو هو الرساله ديالك؟ شنو هو النداء ديالك اللي تبغي تقول ليهم؟ النداء ديالي اللي قد على ما يساعد، قرب لك اللي قد على ما يساعد فوجه الله، ما هذا اللي قالها وجهها كلشي الحمد لله فوجه الله. اللي قد ما يساعد يساعد، واللي ما قدش اللي شاف يقول غير كلمه زينه، يقول غير كلمه زينه وما على الرسول الا البلاء. واخا درنا الرقم ديالك في البث المباشر، ممكن انك تعاود الرقم ديالك باش يسمعوا حتى 56 71 93 40. هذا هو الرقم متابعي قناة الشعب في هذا البث المباشر من قصر كراندو، اللي الأغلبية ديال الساكنة ديال هذا القصر الاعتماد الحمد لله على الله هو الأول، فقط اللي عندهم غير الفلاحة، وتا الفلاحة فوقية هذا الجفاف اللي هي نشفات وبالمرة، ولا حد القول ديال هذا الأب اللي عنده 6 ديال الأطفال اللي كيقول بأنه من كورونا يومنا هذا يعني الحركة وقفات بالمرة. رسالتي الوحيدة واللي كنبغي نوصلها للجهات المعنية وحتى للسلطات، أنهم ربما يتخذوا مجموعة من الإجراءات بخصوص هذه الجمعيات، لأنني كنشوف 5 البطاقات ولا 6 البطاقات ديال الجمعية لكن ما كيستافدوا من حتى حاجة. رئيس الجمعية وربما واش كيجمع هذه الفلوس هادو وكيمشي بهم لقرارات أخرين الله أعلم، لكن على حد القول ديالو اللي كيقول بأن مجموعة من البطاقات ديال الانخراط عنده، لكن شي استفاده سواء لا في الرشيديه سواء لا في ميدلز ما كايناش. درجه قلتي لي شي واحد عطيتي 20 درهم. نعم. وسلت راه ما نعرف فين مشى كاع هذاك ولد الحرام، ما نعرف.
كيفاش كتشوفوا ما بقاش حسو كيبان كاع. كيفاش كتشوفوا متابعي قناه الشعب والسلطات المعنيه ان جمعيات لمسانده هاد المعاقين انهم كيجمعوا خيرات وكيمشيو بهم وكيخليو هاد الناس هادو في واقفين لا يد مساعده في الطاكسي، لا يد مساعده في الكار، لا يد مساعده في الامبيلونس، لا يد مساعده في حتى حاجه. حسبي الله ونعم الوكيل. وكنتمنوا رساله هذا الاب ان 56 71 93 40 كنتمنوا له التوفيق ونتمنوا له ان شاء الله الشفاء العاجل للبنيه نتاعو. ما عمرك حاولتي انك تديها للسبيطار ولا ديتها للسبيطارات، ديتها للميدال، ديتها للرشيديه، كل واحد مره كي يعطيوها سيرو، مره كينه، مره شي مهدئ. دابا خصني نطلع للريش نشري لها واحد الدواء غير باش لقات بقات ناس حتى بالليل كتخلينا سهراني. راه خصني دابا نطلع نمشي نخلص واحد الدواء ديال كتشربو ديال الناس. خصني نمشي نجيبو لها دابا من الريش قبل ما يسدو ليلا. وشي واحد شي واحد اللي غادي يشخص لك الحاله ديالها ما كاينش، فقط يعطوك غير اللي كالمو، يعطوك غير المهدئ، غير اللي كالمو. داكشي اللي نعسو البنت في يقول هادشي اللي كاين. لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه هي الرسالة الأخيرة ونداء الأخير اللي قادر على شي حاجة أنه باش غادي يساعد يساعد، واللي ما قادرش فقط غير كلمة طيبة ودعاء زين. فما بالك أسرة اللي كتكون بستة ديال الأطفال في قمة حسن الخلق. نتمنوا له التوفيق ونتمنوا لمشاهدي قناة الشعب التوفيق، وإن شاء الله متابعي قناة الشعب إلى بث آخر وموضوع آخر. تبغي دير شي حاجة تقول؟ شكرا وشكرا للجميع. هذه هي كلمات الأخيرة متابعي قناة الشعب، وإن شاء الله إلى بث آخر وموضوع آخر. وكنتم معنا في هذا المباشر من قصر كرانتو إقليم ميدلز، وإن شاء الله إلى بث آخر. ما عرفتيش صافي.